تفضلي يا حبيبتي. الحمد لله. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا بحاول اوصلك يا دكتوره بقالي فتره بس مش عارفه والله. الحمد لله انك وصلتي. ماشي يا دكتوره. يا دكتوره انا متجوزه بقالي 10 سنين. تمام. عندي 29 سنه وجوزي 46 سنه. وزوجك كام؟ 46 سنه. بينك وبينه 20؟ 17. ماشي. حوالي كده. يا دكتوره هي دي هو عصبي ويعني وشديد شويه، صعب معايا شويه، ومادياته على قده، يعني تعبانه ماديا وكمان عصبي جدا. بس مش دي المشكله، المشكله ان بقاله مثلا بتاع سنه وزياده كده مريض. مريض جدا لدرجه ان مفيش علاقه ما بيننا يعني. فانا 29 سنه، فانا مش عارفه بصراحه اقدر اتحمل يعني لحد امتى، مش عارفه بصراحه، عايزه حد يفيدني في الموضوع ده. هو عنده سمنه وضغط وسكر وحاجات كده يعني صعبه، فهي اللي مسببه له الموضوع ده. بس كان بيتعالج ساعات ويطنش ساعات، ومش تلاقين كسلان، وان مفيش فلوس، مفيش مثلا مروح للدكتور باستمرار، مفيش اخد علاج باستمرار. فانا بصراحه تعبانه يعني بقالي سنه وزياده في الموضوع ده، وغير ان انا ما كنتش مرتاحه قبل كده ولا ماديا ولا نفسيا. عمر زواجك معاه كام يا منال؟ متزوجاه بقالك كام؟ 10 سنين ومعايا 3 اولاد. ومعاكي ايه؟ 3 اولاد، بنتين وولد. تمام. طيب هجاوب. مش عارفه بصراحه يا دكتوره، هو الموضوع ده المفروض يتحل ازاي او اعمل ايه؟ طب 29 سنه، طب هتقولي اصبر واتحمل، يعني طب هتحمل لحد امتى؟ انا لسه يعتبر اللي قدي اصحابي لسه بيتجوزوا. صحيح. طيب اسمعيني اسمعيني يا منال. طبعا فرق السن احنا بنقول لما اجي اتزوج او اخطب على الاقل يبقى بيني وبينها من 5 سنين، ده صح كويس ما بين الزوج والزوجة، فرق هو اكبر منها مثلا ب5 سنين، 6 سنين حلو، 8 9 10 11 برضو حلو يعني، فبيبان هو ماشي كده وهي لسه صغيرة عصفورة، حلو مش وحش يعني. بعد كده الدنيا بتبقى مش تمام قوي، هو بيبقى مرحلة عمرية مختلفة تماما على المرحلة العمرية اللي الزوجة فيها، وتبص تقول لك انا عروسة وعايزة تنطل، لا ما علي كسرها، او مش عارفه يعمل ايه، فيقول لها ايه الهبل ده، احنا هنعمل شغل العيال ده كتير، فتقول لك بقيت حاسه ان انا عندي 80 سنه مش عندي لسه 20 سنه ولا 25 سنه. فبنراعي موضوع السن دوت يعني، الا او اذا كان بقى في يعني العكس، تقول لك ايه انا الكبيره وهو الصغير، ففي اتكلمنا في الموضوع ده في شروط الاختيار. خليني اقول لك على حاجه، إيه انت مش عارفه تتصرفي ازاي او تسالي ايه، بتسالي مين، ده اللي انت قلتيه تحديدا. إيه انت اللي تقدري تجاوبي على نفسك، لا انا ولا غيري، انت يا منال. إيه هل امر العلاقه عندك امر حيوي وجدي لا وملح جدا لدرجه مثلا انك انت لا ما بتقدريش، او مثلا يعني الاقي مثلا زوجات بعتني حاجات صعبه جدا تقول لك غايب وبعيد ومسافر، ده هو موجود ولا وكويس بس هو مسافر وبعيد، فانا اضطريت كذا الامر عندها فراحت ما اعرفش عملت ايه. مش عايزين نقول عشان ما ننشرش الامر، لكن لقيت لا الامر عادي، جه ما جاش خلاص، لو جه وطلبني الدنيا ما طلبنيش الدنيا مش فارقه، انت انهي نوع؟ لا انا ما اعرفش، انت اللي تعرفي، فانت اللي تجاوبي. لو الامر ده لا عدم اتيانه ليكي هيسبب مشاكل او استغفر الله نقع في فاحشه او يترتب عليه كبيره من الكبائر، لا يبقى خلاص، يبقى خلاص توكلنا على الله، وانت ايه بقى ده كده. لكن الامر عندك مش فارق، اقعد لاولادي يا رب مش عارفه ايه، والامور مش كذا، كل واحده تختلف على الثانيه، وما تسمعيش كلام حد غير متخصص. الفتاوى بقى عارفه انت كده، اللي يقعدوا ينشروها على الجروبات وبعدين كل واحد، او مثلا فيديو اتعلق والناس نازله عماله تعلق، لا لا لا، كل واحد بيتكلم من وجهه نظره. انت اللي تقدري تحددي الامر ده عندك حيوي ولا لا، الامر ده حد فاصل ولا لا، ده جزء. اصل صحباتي، ايوه بس انت مش فارق معاك، اصل كذا مش فارق، لو فارق يبقى خلاص. الجزء الثاني هو راجل مريض وراجل قعدتي معايا 10 سنين والدنيا مش ملحه قوي في امر العلاقه بالنسبه لك،
وهو بالنسبه له كذا. يعني من انك تبقي من معاني انك تبقي اصيله ان انا اطيب بالراجل ده، اكلته حلو وهو كان كويس في فتره من الفترات وتعبان بقاله سنه ونص، وانا اكلمه واقول له تعالى نروح نتعالج، تعالى نعمل كذا، طب ازاي نزود الدخل، طب ازاي نعمل كذا، طب ممكن نوفر في كذا، طب ممكن نعمل كذا، فتحي له امور. وممكن يعني ايه لو الدنيا زي ما قلت لك مش عندك مش عاليه قوي، خلاص احنا نصبر على الراجل ده، لكن لا ما قدرتش ولا زهقت ولا كذا ولا انا عايزه مش عارفه ايه وعندي فتن ومش عارفه مين شغلني ومين بيكلمني ومين مش عارفه عمل ايه ومين كذا واي كلام، او صاحبتها الاعداء بقى والاشرار اللي بيوسوسوا، ولقيتي لا الامر فعلا عندك عامل ازمه وهتروحي الكبيره استغفر الله، يبقى خلاص نيني خلاف كده اصبري عليه اصبري عليه. وده مش 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 نوع من اللي بيقول لك ايه بتاع اصبري بقى لا 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 اصبري يا بنتي، حسبة لله للامر وللراجل المريض دوت. محدش عارف، انا اعرف حالات كتيره جدا جدا وبواقع اللي الواحد سمعه وسنين الخبره ديت، يعني ولا اول وراحت في محاكم وطلب الطلاق والراجل مش عايز يطلقها، وابنها وعيالها الكبار ولو هي تقول لك مالها خلاص، وطلقت من هنا بعدها بشهرين الراجل توفاه الله. يعني سبحانك يا رب. تقول لو كنت صبرت بس شهرين، طبعا احنا ما بنقولش ان اعملي حاجه فوق طاقتك واعملي حاجه فوق قدرات، ولو الامر زي ما انا قلت لك هيسبب كبيره لا خلاص وادعي ربنا سبحانه وتعالى. مين يحدد تاني؟ انت الامر داخلي عامل جواكي ايه؟ الامر ايه وضعه ايه؟ هو ده اللي يحد. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ان ربنا يبصرك، ودايما ادعي ربنا يا ربنا بصرني بالخير، يا ربنا بصرني بالخير يا رب، ادعي دايما. والراعي يا جماعه الناس المقبله، راعوا موضوع السن دوت علشان خاطر اوضاع زي دي. معانا